استخدمت عناصر الدرك الملكي التابعة لحد سوالم السلاح الوظيفي، وذلك بغية توقيف شخص يشتبه في ترويجه للمخدرات، والأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق العدلية رفض التوقف وهرب من الشرطة، مما دفع أحد عناصر الدرك إلى إطلاق الرصاص لتعطيل إحدى عجلات السيارة الفاخرة ليتم التمكن من توقيف المشتبه فيه، وتم وضعه تحت الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة قبل أن يعرض على ممثل الحق العام. قد صدرت في حق بارون المخدرات هذا مذكرات بحث وطنية خصوصا الدرك الملكي ومصالح الأمن بأزمور والجديدة واثنين شتوكا، وهذا البارون يلقب بالعفريت، وبعد تشديد الخناق عليه بإقليم جديدة انتقل إلى منطقة حد سوالم لمواصلة نشاطه المحظور، ووقع سريعا في يد الدرك الملكي بعد أن حامت شبهات حول سلوكه واعتقل بناء على إخبار يتوصل بها رئيس مركز الدرك، وكان يوجد على متن سيارة من نوع مرسيدس، ووجدوا عنده كمية كبيرة من المخدرات، وهو مزودهم الرئيسي مخدرات. وقد استمع إلى البارون حول المنسوب إليه قبل إحالته على الابتدائية، وجاء اعتقال البارون صدفة بعد شكاية ادعى صاحبها أن شخصا كان على متن سيارة عرضه لاعتداء في وجهه، فرافقه رئيس مركز الدرك الملكي إلى منزل مشتبه فيه، وبعد طرق الباب المنزلي عدة مرات شك رئيس المركز في سيارة البارون فأخضعها للتفتيش ليتم حجز 14 كيلوغراما من مخدر الشيرة، وبتعليماته من النيابة العامة داهم منزل المشتبه فيه الذي كان نائما ليتم نقله إلى مقر الدرك.